وانطلاقا من الحرص القيادة الراشدة يدا الله على إتاحة الفرصة أمام أبناء وبنات المملكة للالتحاق بالجامعات العالمية، عملت الوزارة على فتح باب استقبال طلبات التقديم طوال العام للطلبة الراغبين في الالتحاق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لجميع المراحل والتخصصات، إلى جانب إضافة تخصصات نوعية تخدم توجهات رؤية المملكة 2030. علماً أن وزارة التعليم تشرف الآن على أكثر من 52 ألف مبتعث ومبتعثة في الجامعات العالمية.